أعطي سمكة لرجل وستطعمه يوما واحد، علم الرجل الصيد ستطعمه باقي حياته، مثل صيني. تؤمن المنظمة الدولية للهجرة بأن استقرار المجتمع يبدأ بدعم الأشخاص لكسب دخلهم. النزاع المستمر، النزوح وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في العراق حرم الكثير من العراقيين من فرص إعالة عائلاتهم. يهدف برنامج تنشيط المجتمع للمنظمة الدولية للهجرة لاستعادة استقرار المجتمعات العراقية من خلال تحسين الظروف الاقتصادية للأشخاص الأكثر تضرراً، من ضمنهم النازحين العراقيين وأفراد المجتمعات المضيفة والعراقيين العائدين إلى مناطقهم الأصلية بعد النزوح، تنمية مهاراتهم حتى يتمكنوا من الحصول على عمل. بعض مستفيدي المنظمة الدولية للهجرة هم مهنيون بالفعل، إلا أنه ليس بإمكانهم إيجاد عمل بسبب الضغط الحاصل على سوق العمل. تقوم المنظمة الدولية للهجرة بمساعدتهم، ذلك بإيجاد عمل لهم وحسب مناطق نزوحهم. يحلم الكثير من العراقيين في فتح مشروعهم الخاص، إلا أن الافتقار إلى رأس المال الأساسي والعدد يحول دون تحقيق حلمهم. تقدم المنظمة الدولية للهجرة منح المشاريع الصغيرة والصغيرة جداً لتساعد المستفيدين المختارين للبدء بمشاريع لهم. بعد عملية الاختيار يتلقى المستفيدون تدريباً عملياً من قبل مستشاري العمل في المنظمة الدولية للهجرة، حيث يتعلمون كيفية إعداد خطة عمل واكتساب مهارات العمل الأساسية. سيساعدهم هذا ليصبحوا أصحاب مشاريع ناجحة، وحالما يتلقى المستفيد حزمة البدء بالمشروع يوفر مستشاري المشاريع في المنظمة الدولية للهجرة استشارة مستمرة. منذ 2011 ساعدت المنظمة الدولية للهجرة بصورة مباشرة لإنشاء أكثر من 6000 مشروع صغير وصغير جداً، ووفرت التدريبات المهنية والزراعية لما يقارب 3000 شخص، ووفرت التدريب على العمل التجاري لأكثر من 10000 عراقي في محاولة لدعمهم وعائلاتهم في استعادة حياتهم.